نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة المنيا ندوة لتدريب متطوعيها على التحول الرقمي وإدارة المنصة الرقمية وكيفية استخدامها وتطبيق التحول الرقمي على أرض الواقع. تناولت الندوة التي عقدت بمبنى ديوان عام محافظة المنيا المنصات الحكومية المتاحة ببوابة مصر الرقمية وكيفية التعامل معها واستخدامها للتيسير على المواطنين. النهارده استمرار الفعاليات ودور مؤسسة حياة كريمة داخل الدولة بالتعاون النهارده منظمين ندوة عن دور التحول الرقمي والمنصة الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمجلس القومي للمرأة. بنعلم الناس ونفهمها يعني ايه منصة رقمية وايه دورها وايه الجهات كمان اللي داخلة جوه كل جهات الدولة اللي داخلة جواها جوه المنصة. ودور التحول الرقمي ان احنا بنيسر الامور للناس من كل شغل ورقيات اللي كان قديم بقى تحول رقمي وتقدر تعمل كل حاجه من داخل بيتك. زي المواطن يعمل كل شغله وهو قاعد في البيت، او ممكن وانت شغال في شغلك تخلص كل الاوراق بتاعتك من خلال المنصه الرقميه، فاحنا النهارده عشان نعرف ازاي نسجل على المنصه الرقميه وايه دور المنصه الرقميه وازاي ان احنا نستفاد منها.